الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الوزير ونائب رئيس مجلس الأمة، سيد عضو مجلس الأمة الأستاذ الزياني، سيد مدير جامعة العراقيين ورئيس اللجنة الجنوبية للعراق، سيدات السادة مدراء المؤسسات الجامعية للوهران الذين يسيرون الجامعة، الجامعة الحالية، وكذلك المدراء الذين سيروا الجامعات في وران، ورحب بكم ورحب بالاستاذ سيدي صالح، ورحب بالسيد معطل، ورحب بكل اساتذه الحضور، ورحب كذلك بالمدير الجهوي لندا، اهلا، ورحب بكل الاساتذه نواب المدير عمداء الكليات والضيوف الكرام، وكذلك الفائزين بهذا الجائزه أن في طبعتها الكوبا جائزة حسن الظن للعلوم. أيها السادة الأفاضل، أيها السيدات الفضليات، أرحب كذلك استسمحكم بممثل المجلس الشعبي الولائي، أرحب كذلك بممثلي وسيط الجمهورية الوهران، أرحب بالجميع، أرحب كذلك بمدير مسرح الوهران، أهلا وسهلا بكم. سيدات الفضائيات، السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتشرف اليوم